خيركم. وباشر المتسابقين الله يعطيهم العافية يشاركونا فرحتنا بليلتنا الجازانية. أولا أنا سعيد بهذه الوجهة الطيبة وهذه الليلة الجازانية الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، البرنامج فاخر من الآخر يا حبيبي، إبداع المتسابقين ما شاء الله تبارك الله، والتنافس شديد. وبمناسبة الحضور الفل وهذه الليلة الجميلة نسميكم كذا كم بيت للشاعر الجميل الأستاذ علي الدغريبي. استاهل تحية والله. يقول فيها، قول مريض واهل فل زد مرضوني، ما حد تجمل منهم وقال هبلك أم فل ذا مخصوص يا سيدي عيني، منه الذي جابك ومنه سمح لك. إن جيت شجني آه إن جيت شجني، خاصموا زعلوني قالوا بتحسن من أجا قلنا هبلك. أنف لذا مخصوص يا سيدي عيني، منه الذي جابك ومنه سمح لك. ما برهم في مقسمة لا وخصموني، ما برهم في مقسمة لو خصموني، ما شلني مجنى يا عيني. سلامتكم. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. حنا يا جماعة عندنا معلومات عن جزائر الحبيبة وعن الأرض، أرض الفل والكادي، ودنا